اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ارحب بضيفتي الحقيقه لازم تعرفوا ان اخر 10 سنين في النادي الاهلي بطولات الكره الطائره دخلت النادي الاهلي ضيفتنا النهارده ومنتخب مصر ضيفتنا النهارده كانت ضلع اساسي في البطولات دي. برحب بنهله سامح كابتن النادي الاهلي للكره الطائره سيدات. اهلا بيك يا نهله. اهلا بحضرتك يا كابتن. اظن انا ما كذبتش في اللي قلته. لا تمام. كم بطوله يا نهله؟ 45 بطوله ما شاء الله. يعني و45 بطوله انت ليكي فيها يعني ضلع كبير، يعني مش بس شاركتي فيهم، لا ما شاء الله، يعني بطولات افريقيه وعربيه ودوري وكاس. الحمد لله يعني. طب نهله احنا جهزنا تقرير عنك وعن انجازاتك وعن رحلتك مع الكره الطائره، ايه رايك نشوفه ونرجع لبعض؟ اعزائي المشاهدين جهزنا تقرير لنهله سامح هتعرفكم اكتر مين نهله سامح. شوفوا التقرير ده ونرجع لبعض. قائد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي موهبة تتحدث عنها الأرقام والإنجازات ونموذج يحتذى به في التفوق، تستحق أعلى درجات التكريم نظير ما قدمته للنادي الأهلي والكرة الطائرة النسائية في مصر وإفريقيا بعد أن مضت على خطى كبار الكرة النسائية في مصر، فتفوقت وباتت الألفة بالعديد من البطولات والجوائز الفردية وتستمر رحلة العطاء. نهلة سامح بنت الأهلي، القلب النابض لفتيات الذهب، قائدة الفريق والمتيمة بعشق القلعة الحمراء، والتي ترجمت هذا العشق بمسيرة حافلة من الإنجازات تكتب بماء الذهب منذ أن انضمت لقطاع ناشئات الكرة الطائرة في عام 1998، وسرعان ما فرضت موهبتها على الجميع ليتم تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي وهي دون 14 من عمرها. عقب تصعيدها للفريق الأول بالأهلي سرعان ما انضمت لصفوف المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة لتحقق المزيد من الإنجازات مع الأهلي ومنتخب مصر، ولم تتخلف عن الدفاع عن شعار الفراعنة في كافة المواعيد القارية والدولية. لا نبالغ عندما نصف نهلة سامح بالأسطورة الرياضية بعدما ساهمت مع الأهلي في معانقة المعدن النفيس عشرات المرات، ولم يسبقها أحد في بلوغ منصات التتويج بعد أن بلغ إجمالي بطولاتها مع الفريق 45 لقبا ما بين محلي وقاري بواقع 17 لقب لبطولة الدوري ومثلهم لبطولة كأس مصر وستة ألقاب للبطولة الإفريقية للأندية وخمسة ألقاب للبطولة العربية للأندية. حصدت نهلة الكثير من الجوائز الفردية نظراً لتألقها الشديد مع الأهلي ومنتخب مصر، من بينها جائزة أفضل لاعبة إفريقية في فئة الشباب وهي الجائزة الأقرب لقلبها، كما أنها حصلت على جائزة أفضل لاعبة استقبال في إفريقيا وأفضل ضاربة في إفريقيا وأفضل لاعبة دفاع في إفريقيا. نهلة سامح التي لم يمنعها كونها لاعبة في النادي الأهلي ومنتخب مصر من التفوق الدراسي، فتخرجت في كلية الفنون الجميلة لتصبح رياضية بدرجة فنانة، إلا أنها فضلت أن تترجم عشقها للفن في محراب صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ورفضت بشكل قاطع أن يشغلها عملها الخاص عن الكرة الطائرة والنادي الأهلي، فاستحقت كابتان سيدات الذهب، ومنحها القدر أسعد اللحظات عندما تقدمت لمعانقة الكؤوس الإفريقية والألقاب المحلية. بنت الأهلي قائدة فتيات الذهب تنتمي لعائلة أهلاوية جدا، لذا لم يكن من الغريب أن يكون مثلها الأعلى شقيقتها الكبرى شريهان سامح قائد الأهلي الأسبق والتي زاملتها في صفوف الفريق قرابة 15 موسما. ولا تتلعثم نهلة وهي تقول بلا تردد: شريهان مثلي الأعلى والتي تعلمت منها الكثير، خصوصا وأنها كانت تلعب في نفس المركز الذي تشغله نهلة في الوقت الحالي. وتستمر رحلة الإبداع من قائدة سيدات الذهب مع الأهلي بتطلعات وطموحات ورسالة سامية تقدمها للشباب المصري والعربي في النجاح والإبداع والتميز في كافة الميادين، كونها نموذج يحتذى في الإبداع والتميز رياضيا وعمليا.
اهلا بحضراتكم من جديد. نهله يمكن يعني ما شاء الله تاريخ طويل ولسه الحاضر كمان ما شاء الله يعني قادره تأدي كمان وكمان. خلينا نبتدي من البدايه. بدايتك كانت ازاي؟ ايه اللي حبابك في الكره الطائره؟ يعني قول لنا يعني طفولتك كانت ازاي؟ انا يمكن ابتديت كان شقيقتي طبعا يعني اخويا واختي كانوا بيمارسوا الكره الطائره. والدي ووالدتي ده هم كمان يعني محبين الرياضه. والدي كان بيمارس كره السله فكان دايما يعني سايبيننا على طول في الملاعب. فلما ابتديت من وانا صغيره طلعت شفت اخويا واختي بيلعبوا كره طايره والحمد لله كانوا مميزين في اللعبه يعني. فابتديت ان انا عايزه ابقى زيهم طبعا طبيعي يعني صغيره فشايفه اخواتي الكبار بيلعبوا حاجه فحبيت ان انا اجرب امشي في اللعبه والحمد لله يعني ابتديت فيها لما شفتهم بيلعبوها. طيب قولي لي اكيد اي لاعب او لاعيبه في حياته بيبقى فيه مدير فني مش قادر ينساه بالذات فتره الناشئين او الناشئات. مين المدير الفني في الفتره ده اللي انت ما تنسهوش اللي حسيت ان كان له دور كبير جدا معاكي وجهك في الطريق الصح؟ هو انا هتكلم هما بصراحه اتنين هما اللي يمكن صعدوني في وقت ما انا كنت صغيره جدا كنت في سن صغير. كابتن وقوف عبد القادر في النادي الاهلي طبعا هو يعني هو اللي اداني الثقه وهو اللي صعدني درجه اولى من وانا عندي 14 سنه وكمان اداني الفرصه ان انا العب بشكل اساسي في بطولات صعبه لدرجه ان الناس استغربوا ان ازاي في السن ده لعيبه تنزل نهائي بطولات افريقيه. فطبعا يعني انا بشكره طبعا من هنا ان هو كان اداني الفرصه دي وان هو خلاني الحمد لله ان انا اتصعد في السن ده واخد الخبرات دي من بدري. وفي المنتخب طبعا كابتن هشام بدراوي برضه نفس الكلام نفس الكلام طبعا برضه صعدني برضه لدرجه اولى من وانا في 2006 كان عندي 16 سنه ساعتها واداني برضه الفرصه فبشكرهم طبعا هما الاثنين يعني ادوني الفرصه. وطبعا في معاك انت مش ناسياهم طبعا انت بالذات ان انا كنت لسه في سن صغير. بس طبعا يعني جميع المديرين الفنيين اللي لعبت معاهم كلهم كان كل مدير فني كان ليه دور. بس اقول لك يا شريهان اقول لك انا اسف يا نهله شريهان طبعا اختك واحد طبعا انتوا الاثنين واحد. وشريهان بالمناسبه يا جماعه شريهان سامح اخت نهله عضو اللجنه المؤقته لاداره اتحاد كره الطائره واللي يمكن بعد قرار الوزاره هيمد لهم كمان غالبا سنه هيديروا الاتحاد. فالحقيقه يعني عيله كلها ما شاء الله ناجحه جدا سواء شريهان او نهله. نهله يمكن مشوار طويل وفي بطولات مرت بكتير يعني انا كلاعب اكيد في بطوله في دماغي منوره معايا سواء مع المنتخب او مع النادي وحاسس انها كانت مهمه ليا يعني في طريقي. ايه البطوله المهمه مع النادي الاهلي وما تنساهاش ونفس الكلام مع المنتخب؟ مع النادي الاهلي بصراحه في بطولات كتير يعني الحمد لله قدرنا نفوز ببطولات كتير في منهم بطولات اكيد في حاجه كده يمكن طبعا اقرب حاجه ليا كانت اول بطوله افريقيه ليا افوز بيها يعني كانت في 2009 كانت في لا مش 2009 كمان كان 2007 كانت مقاومه هنا في مصر في استاد القاهره كنت صغيره برضو في السنه دي اول بطوله. كان مين مدير فني في كابتن وقوف عبد القادر هو زقك في البطوله دي يمكن في البطوله يمكن لا انا كابتن وقوف مثلا زقني من 2000 يعني اول بطوله ليا افريقيه انا لقيت نفسي بلعب في النهائي يعني خبر ابيض. بس كابتن وقوف على سؤال جامد خلي بالك جدا اللي هو انا يعني هو كان واثق فيا ثقه انا مش واثقه في نفسي يعني ان هو ينزل لعيبه لسه مصعدها عندها 14 سنه في نهائي بطوله افريقيه. ف بس بطوله 2007 دي انت فاكراها كويس تألقت فيها قدرنا نفوز بيها كانت اول بطوله افريقيه يعني كانت شريهان بتلعب معاكي كانت بتلعب كانت بتلعب معاكي لان شريهان قالت لي على البطوله دي ايوه صح كنتوا متاخرين باين في النهائي وعوضتوا حاجه زي كده كنا بنلعب الانابيب الكيني وكانت البطوله في استاد القاهره وكان ساعتها لسه يعني الانابيب الكيني فمن الفرق القويه جدا من الفرق القويه جدا في افريقيا فكان يعني من البطولات طبعا المهمه بالنسبه لي. اول بطوله القناه كانت على فكره لسه فاتحه وغطت الماتش ده يعني عايز اقول لك ان الماتش ده حتى وشه حلو على القناه ايوه صح. يعني احنا فاكر في الوقت ده كانت بتتغطى في القناه و فيعني واضح ان البطوله دي كان ليها يعني تاثير كبير. طب ده لو مع النادي الاهلي لو رحنا مع المنتخب اكيد فاكر انا عارف المنتخب المهمه بتبقى صعبه صعب شويه دي الصوره يمكن حاطين صوره هنا لا الناحيه الثانيه باينه دي صورتك مع شريهان ودي برده صور ثانيه ودي صور ثانيه لا هنا اوضح دي في افريقيا بتهيألي دي افريقيا ودي كان افريقيا ودي كابتن طبعا منى عبد الكريم وشريهان دي صور لشريهان اكتر شريهان اللي على اليمين طبعا والاهلي وانت على الشمال فطبعا ذكريات كبيره جدا. بس خلينا اقول مع المنتخب برضو اكيد في بطولات منوره معاك يمكن المنتخب بتبقى الدنيا اقل طبعا لانه مع النادي تبقى الاشتراكات اكتر. ايه البطوله اللي في المنتخب اللي انت فاكراها نهله؟ في البطوله العربيه الالعاب العربيه البطوله دي كانت 2011 كانت مقامه في قطر. البطوله دي كان يعني ساعتها اي استفتاء بيحصل على البطوله دي كان مصر بره يعني فرقتنا ان هو لا مصر هتخسر البطوله دي وصعب انها تفوز بيها. كان ساعتها هنقابل في النهائي الفريق الجزائري الفريق الجزائري كان فريق عالي وكان لسه راجع من الاولمبياد
فكان يعني اللي هو اللي الجزائر جايه تكسب وتمشي يعني بسهوله. وكان كل الناس حتى كان في القنوات اللي بتذيع بيعملوا اي استفتاء بنلاقي مثلا 90% منتخب الجزائر هيفوز، 10% منتخب مصر هيفوز. ودخلنا الماتش ده اللي هو لا احنا ان شاء الله هنكسب وهناخد البطوله. دخلنا فعلا ساعتها يمكن خسرنا اول شوط، فكله شايف ان الماتش ماشي عادي رايح للجزائر الطبيعي التوقعات الطبيعيه ماشيه. قدرنا الحمد لله ان احنا نقدر بعد كده ناخد الثلاث شوط بعد كده ونفوز بالبطوله. ودي كانت مفاجاه 3-1، وكان فريق الجزائر فيه نجوم كتير جدا محترفين يعني محترفين في فرنسا وكانوا كلهم راجعين مع المنتخب فكانت من البطولات برضه مفاجاه. انا نفسي يعني لو ليها فيديوهات كنت هشوفها. طب الصوره دي يمكن شريهان طبعا سامح اختك طبعا ونجمه النادي الاهلي وبتسلمي الكاس، ويمكن الاب والام كمان والاخ صح؟ لا جوز اختي. جوز اختك طيب يعني شايفه الصوره دي يعني قولي لنا الصوره دي كلمينا عنها. دي كانت نهائي كاس مصر 2018 اعتقد، قدرنا نفوز السنه دي بجميع البطولات، خدنا البطوله الافريقيه والدوري والبطوله العربيه، وكده ده كان اخر ماتش في السيزون، كان نهائي الكاس كان مقام في استاد القاهره، كنا مقابلين فريق سبورتنج بس، والحمد لله قدرنا نفوز بالكاس يعني. فالسنة السنه دي كان خمس بطولات حتى العربيه خدناها. كنا خدنا البطولات كلها فعلا. بس انا اقول لك على حاجه نهله، يعني انا حتى بشوف دائما ابدا باباكي ومامتك معاكي في كل مكان. الكلام ده صح؟ لا دي حقيقه، هم اللي وصلوني. يمكن انا يعني وانا صغيره يمكن كان في ساعات الواحد ممكن يكسل مش قادر يروح التمرين، هم كان لازم يودوني التمرين، كانوا على طول بيوصلوني. يمكن والدي كان ووالدتي طبعا كانوا يجوا ياخدوني من المدرسه عشان الحق التمرين، عندي ماتش يجوا يستاذنوني من المدرسه بدري وياخدوني عشان الحق. فهم دايما بصراحه يعني ليهم الفضل طبعا بعد ربنا الحمد لله ان الواحد وصل له يعني. اكيد ولسه هتشرفيهم كمان وكمان. بس انا عايز اتكلم معاكي كمان في رحله التدريب واستعداداتك ليها، لان انا الحقيقه شايف فيك ان شاء الله ان انت ممكن تبقي مدربه كبيره. ولكن خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع نهله سامح كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر للكره الطائره سيدات. اهلا بحضراتكم من جديد، بنكمل حوارنا مع كابتن نهله سامح كابتن النادي الاهلي للكره الطائره سيدات وايضا كابتن منتخب مصر. نهله يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ان انت ليكي طموحات يعني تدريبيه كبيره وبداتي خطوات فعلا في هذا المجال، كلميني عنها. يعني انا حابه ان انا ما بعدش ان شاء الله بعد كده، لما الواحد اكيد في وقت من الاوقات الواحد هيضطر ان هو يقف عن ممارسه الكره الطايره يعني، فكنت حابه ان انا افضل على طول قريبه في مجال الرياضه وبالذات طبعا الفولي. فابتديت السنه اللي فاتت كان مقام هنا في مصر مستوى اول دولي تحت طبعا الاتحاد الدولي، فالحمد لله قدرت ان انا ادخل ليفل 1 ده، والحمد لله يعني نهيته نجحت فيه ونهيته الحمد لله بان انا كنت يعني رقم واحد اعلى الدرجات في السيدات. ويمكن من منظمه كان الاتحاد المصري ولا كان الاتحاد الدولي؟ من التنظيم طبعا تحت مظله الاتحاد المصري. طبعا. ولكن اللي كان بيحاضر مصريين ولا اجانب؟ مصريين لكن من الاتحاد الدولي يعني كابتن شريف الشمالي. وخدت اعلى درجات في ما شاء الله الحمد لله. كنت الاولى، طلعت الاولى الحمد لله على السيدات والثالثه على المجموعه كلها. يعني انا وجهه نظري او يعني رؤيتي المتواضعه صح ان انت ان شاء الله هتبقي مدربه كبيره. يا رب ان شاء الله. انت عندك الحلم ده يا نهله؟ اتمنى ان شاء الله يعني اتمنى ان انا ما ابعدش يعني عن الفولي. لا اكيد مش هتبعدي فين ما شاء الله 45 بطوله، ده احنا مش هنخليكي تبعدي، لان هو الحقيقه اكيد خبرات كبيره لما تديها للاعبات. وانت طبعا ما شاء الله لسه عندك كتير، انا ما بتكلمش على التدريب، انا بتكلم على فيوتشر ان شاء الله او المستقبل البعيد يعني. بس انت ما شاء الله لسه عندك ان انت تقدمي كتير. طب خلينا نروح ل يعني الفتره الجايه، يمكن عندنا مباريات مع النادي الاهلي، عندنا لسه استعدادات، الدوري هيجي بدري عشان الانتخابات اتاجلت، شايفه الفتره الجايه ازاي؟ طبعا يعني احنا بنبتدي من دلوقتي، احنا ابتدينا نستعد بماتشات وديه شويه، ابتدينا لعبنا ماتشين وديين الفتره اللي فاتت جوه النادي يعني، من بنلعب ساعات الفرق من الولاد الصغيرين، فطبعا بتكون المنافسه عليهم، هم بيضربوا طبعا شبكتهم بتبقى اعلى مننا بكتير فطبعا بيكونوا عنيف شويه علينا، بيكون ماتش صعب بنستفاد كتير جدا منهم. لعبنا معاهم ماتش ولعبنا مع فريق الاصغر مننا، وان شاء الله يمكن في اليومين خلال اليومين الجايين دول هنلعب فرق من بره يعني من المنافسين في الدوري بس، وان شاء الله يعتبر اخر الشهر ده هنبتدي ان شاء الله منافسات الدوري يعني. طب نهله يمكن لما بتلعبوا ماتش بيبقى بتلعبوا زي، هل بتلعبوا كل القايمه يعني، هل بيبقى زي ماتش رسمي ولا بتجرب يعني كابتن حمدي بيجرب كل اللاعبات، هل بيصعد حد يعني، هل الماتش بيبقى
زي ما بيقولوا بيست اوف يعني احسن بيست اوف 5 في العادي، ولا ممكن تلعبوا بيست اوف 7؟ لا مفتوح. لا لا مفتوح مفتوح لغايه الوقت طبعا لما بيخلص، وبيحاول طبعا كابتن حمدي انه يشارك كل اللعيبه، بيطمن طبعا على كل اللعيبه واصله لفين، واللعيب الجاهز واللي مش جاهز. وفي طبعا معانا لعيبه كتير مصعدين من 16 ومن 18 سنه، فبيحاول ان هو يديهم وقت كتير يعني في الملعب. فيعتبر في الماتشات الودي دي يعتبر الفريق كله بيشارك فيها يعني. طب المحترفه، هل الملف ده شويه حد جه وما كانش برده موفق، ما كانش يعني بالمستوى المطلوب فتم تغييره؟ شايفه لسه الاخبار ايه؟ هل في حد قريب جاي؟ الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للمحترفه؟ اعتقد ان الفتره الجايه لسه هيجي لنا محترفه جديده، اللي كانت معانا لعبت معانا اخر السيزون اللي فات اللي هو كان بتاع كورونا ده، دي خلاص مشيت. فاحنا منتظرين بقى ان شاء الله المحترفه الجديده يعني. يعني هل بتدوروا يعني؟ قصدي اقول يعني في بحث مع اعتقد كابتن حمدي يعني ماشي في الموضوع ده، ان شاء الله ان يدعمنا بمحترفه يعني السيزون ده ان شاء الله. بس بيتهيألي نهلا انه بعد ما الدوري تقدم كان يمكن بتدور براحتنا، علشان لسه في انتخابات وشهر بعد كده. بيتهيألي كده اتزنقنا في الوقت، ولا الدنيا اعتقد ممكن يكون كابتن حمدي يعني عامل حسابه من بدري اعتقد يعني. اكيد اكيد في الملف اعتقد ده. عامل ان هو لما حس ان ممكن المحترفه ما كانتش هتكمل معانا، فاعتقد ان هو مشي في الموضوع بدري يعني. صحيح. طب قولي لي انت، احنا كنت قلقتينا من شهر كده وقلنا نهلة كورونا، لا مش كورونا، ايه اللي حصل معاكي؟ طبعا دلوقتي اي حد بيجي له دور برد بيقلق طبعا، مع ان زمان يعني كان في بدايه الشتاء كان عادي البرد ده جداً وبننزل وبنلعب وكل حاجه، بس طبعا الواحد ابتدى يقلق دلوقتي طبعاً. ان الكورونا منتشره جدا، فحسيت طبعا باعراض كحه كتير، وكان عندي تكسير في العظم ومش قادر همدان. فطبعا اتصلت بكابتن حمدي، كابتن حمدي انا مش عارف انا عندي ايه يعني، فطبعا نصحني قال لي لا خليكي مكانك. وطبعا كابتن حمدي اكيد بالزبط. طبعا بيتبع الاجراءات المتبعه يعني. لغايه بقى لما اطمنت عملت التحاليل وكل حاجه، والحمد لله طلعت سليمه يعني، ورجعت للتمرين على طول. والحمد لله المسحه كانت يعني، اقصد اقول المسحه لما كانت نيجاتيف يعني، خدت وقتك حتى في الاستيل، لان احنا كنا بنحاول نتصل بيك كتير ونحاول نجيبك، بس كنا قلقانين عليك طبعا. سلامتك هي الاساس. بس بعد كده نزلت التمرين بقى يعني، بعد انتهاء الدور مثلا خدت وقت لما انا ابتديت حسيت ان انا الحمد لله صحتي كويسه، نزلت التمرين مجرد يعني. لا اقل كان في خلال اسبوع لما اطمنت ان التحاليل تمام وان انا صحتي تمام قد ان انا ارجع تاني التمرين، نزلت التمرين على طول. طب نهله قولي لي مثلا يومك، انا عارف طبعا انت خريجه فنون جميله ما شاء الله يعني، انت يعني كليه من الكليات يعني اللي عايز احس يعني مرهف كبير. طب قولي لي يعني يومك بتقضي ازاي؟ هل انت مثلا بتتمرني لو ما فيش تمرين الصبح مع الفرقه تمرني لوحدك؟ هل لو في تمرين بالليل وتمرين الصبح لا بتفضلي تمرني الصبح؟ يعني يومك بتقضي ازاي؟ في طبعا ممكن بيكون بس يعني بنزل ممكن قبل التمرين بشويه، اللي هو اروح النادي ممكن اجهز قبلها بشويه، احاول ادخل الجيم اعمل التقويات المطلوبه قبل ما ابتدي يعني التدريب. بس وبدخل في التدريب. طبعا في ايام كتير جدا بيكون اللي هو ما فيش وقت ان الحد يعمل حاجه يعمل حاجه بيكون انا عايز انام بس اللي هو احنا بالظبط يومنا بيبقى ماشي، اللي هو بنصحى مثلا 7 الصبح تمرين، بنرجع يا دوبك نحاول نريح جسمنا شويه عشان نقدر نكمل اليوم للتمرينه اللي هي بتاعت بالليل. فبيكون يومنا كله ماشي الروتين كده، ماشي تمرين صبح راحه تمرين بالليل، فما بيكونش خاصة يمكن تمرين عندنا حمدي ما فيش هزار، ما فيش خالص، ما فيش هزار. طب خليني برضو يعني اسالك سؤال، اكيد كل لعيب في دماغه ماتش ما بينساهوش. انا هكلمك عن ماتش تونس اللي انتوا يعني كنتوا فيه في تونس وما توفقناش برغم كل التوقعات ان احنا هناخد البطوله. انا بس البطوله دي ليه عايز اتكلم عليها؟ اللي انتوا وعدتونا فيها وانت بالذات وعدتنا فيها وعد، خلينا يعني نفتكر الوعد ده مع بعض. بس خلينا بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم عن بطوله تونس. الحقيقه البطوله دي كان ليها ذكرى معينه، النادي الاهلي ما توفقش بيها، بس النهله فاكره الذكرى كويسه، ولكن خلينا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن نهله سامح كابتن منتخب مصر النادي الاهلي لكره الطائره سيدات. كابتن نهله، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن بطوله تونس، بطوله اللي خسرنا فيها من قبل النهائي من نادي الشمس. كلميني عن البطوله دي، لان البطوله دي كان لها ظروف معينه وكان في وعد انتوا وعدتوني الناس في البطوله دي. طبعا هي بالنسبه لي ذكرى صعبه شويه يعني. هي كانت البطوله دي احنا كنا ابتديناها بقوه جدا، كنا مقابلين فرق قويه منها السجون الكيني، وقابلنا يعني طول ما احنا ماشيين في طريقنا كان في فرق قويه جدا، واحنا كنا متفائلين ان البطوله دي نقدر نفوز بيها، بالذات ان احنا كنا قبليها بسنه قدرنا نفوز بالبطوله الافريقيه في تونس برضه، فكنا متفائلين شويه ان احنا هنلعب في تونس ونقدر نفوز بيها تاني.
كان حتى ساعتها البطوله اللي قبلها كنا فزنا بالنهائي على فريق تونسي كارتاج، وكان طبعا بصعوبه، فكنا طبعا فكنا رايحين يعني على امل ومتفائلين كتير جدا ان احنا نقدر نفوز يعني. بس للاسف لما وصلنا قبل النهائي كان مع فريق الشمس المصري، يمكن احنا يعني من الثقه زياده على قد ما احنا كنا يعني في الفولي المفاجآت بتكون قليله شويه. كنتوا عاملين ايه مع الشمس في الدوري؟ كنا فايزين عليه 3-0 وماتش كمان. كنا يعني كان 3-0 وكان مستوى يعني كان في فرق، كنا مقدمين بشكل كنا مقدمين بشكل كويس جدا يعني، اللي هو الماتش ما يطلعش كده ابدا. فلما دخلنا قبل النهائي للاسف كان في عدم توفيق شويه معانا، فخسرنا 3-2 يعني، مع اننا كنا تقدمنا 2-1، كنا متاخرين 1-0 وتقدمنا 2-1، بس للاسف يعني كان في عدم توفيق شويه اليوم ده. كان داي اوف يعتبر للفريق كله يعني، للاسف صدفه ان هو كان في السيمي فاينل. وبتحصل يعني طبعا. بس خليني اقول لك النادي الشمس كمان كان ولاد الاهلي، كابتن نور عطيه مدير فني، وكان تقريبا يسرى يوسف كانت بتلعب هناك فعلا، رجعت من الاعتزال ولعبت هناك. صح ايوه صح، وفعلا وادت بطوله قويه جدا يوسف ساعتها. بس للاسف طبعا خسرنا 3-2، فيمكن دي كانت صدمه لينا جدا، بالذات ان احنا خرجنا من فريق مصري طبعا ليه كل الاحترام، بس ان احنا الحمد لله كنا قدين متفوقين عليه عامه في الدوري طول عمرنا، فان احنا نخسر منه في البطوله الافريقيه المحببه لينا يعني ان احنا نفوز بيها، طبعا من اكتر البطولات اللي احنا بنسعد بيها لما بنفوز بيها يعني، فدي طبعا كانت صدمه لينا يعني كلنا. اكيد اكيد. طب قولي لي، كان في وعد كابتن حمدي الصافي وقتها وعدنا، وانت كمان ككابتن فريق وعدتهولنا، قولي للساده المشاهدين على الوعد ونفذتوه ازاي؟ احنا يمكن تاني يوم بعد الماتش ده احنا قلنا لا احنا مش هنحس الاحساس ده تاني، احنا ان شاء الله البطوله يعني احنا من تاني يوم من قبل ما البطوله تخلص احنا مستنيين البطوله الجديده تيجي يعني البطوله الافريقيه تتلعب تاني. حتى ساعتها احنا جينا مع حضرتك وقلنا ان احنا بنوعد الجمهور كله والنادي والمجلس الاداره ان احنا نعوض البطوله دي. الحمد لله ساعتها في 2018 احنا فزنا بجميع البطولات اللي شاركنا فيها، وبالبطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وفزنا بيها بشكل كويس جدا. حتى البطوله كانت مقامه عندنا وكانت اصعب. صح، البطوله فعلا كانت اصعب من البطوله اللي احنا خسرناها، وقابلنا فرق قويه جدا، قابلنا الانابيب الكيني في السيمي فاينل طبعا، يعني مش هقدر اتكلم على الانابيب الكيني، هم معروفين جدا طبعا معروفين جدا، قوه جسمانيه غير طبيعيه. قدرنا نفوز عليهم في السيمي فاينل 3-1، وقابلنا فريق كارتاج اللي كان ساعتها بطل نسخه 2017، كان فاز على الشمس، وكان جايب محترفين كمان كويسين بالظبط، كان جايب محترفين، وكان يعني جايب حتى لعيبه كتير من الدوري التونسي اللي هم يعتبر اللعيبه الاقوياء اللي هم بيشاركوا مع المنتخب التونسي. فبطوله كانت صعبه، بس قدرنا ان احنا نخلصها بشكل كويس جدا، قدرنا نفوز بالنهائي 3-0 بشكل كويس جدا في وسط النادي الاهلي، فالحمد لله قدرنا نعوض الهزيمه دي الحمد لله بفوز. انا عايز اقول لك الاجمل من البطوله اللي انتوا وفيتوا بعدكم، يعني هو ده الكيمياء اللي ما بينكم وما بين جمهور الاهلي، يعني يمكن انتوا من الفرق اللي بتتابع بشكل كبير قوي من جمهور النادي الاهلي، واللي انتوا بتعملوه ده توعدتوا الجمهور وحققتوا المكسب، ويمكن السنه دي خدتوا 5 بطولات زي ما قلت، يمكن وحتى احنا خدنا كؤوس كتير على المستوى الفردي. صح البطوله دي فعلا ساعتها كان فايده العسكري يعني خدت احسن ارسال، وكان الشامي احسن لعيبه، وكان مايا مصطفى احسن ليبو، فسيطرنا الحمد لله على الالقاب. الحمد لله البطوله دي كانت منوره جدا وكانت حلوه جدا، وكانت على ملعب النادي الاهلي صاله الامير عبد الله الفيصل. ويمكن خلينا برضو نقول ان دي كانت بطوله صعبه، وكانت ظروف انتوا طبعا استثنائيه، بس عايز اعرف الكواليس اكتر. انتوا كنتوا بعد البطوله يمكن قعدت تقولي احنا كنا متضايقين وزعلانين ومتضايقين اكتر، وكنا بنعيط جامد، يعني برضو اللحظات دي بحب يعني نشاركها مع جمهورنا برضو. طبعا احنا كان بالنسبه لنا ان احنا كان بقالنا سنتين بنفوز بكل البطولات، كنا 2015 و2016 فايزين بكل البطولات اللي احنا دخلناها، دوري وكاس وبطولتين افريقيا، كان بعد غياب شويه كان اخر بطوله حصلنا عليها كانت 2009، ابتدينا من 2015 ان احنا رجعنا تاني في البطوله الافريقيه بنفوز بيها وبنوصل نهائي والكلام ده، يعني حصلنا عليها في 2015 كانت مقامه هنا في 6 اكتوبر، قدرنا نفوز بيها، كان النهائي مع الانابيب الكيني، وقدرنا نفوز بيها تاني في تونس اللي هي كانت صعبه في 2016 3-2، كان ماتش صعب جدا. احنا واخدين 9 افريقيا صح؟ 10 صح احنا صح. ان شاء الله. طب ده فال كويس للكوره على فكره، العشرة الحمد لله ان شاء الله يعني العشرة جايه. احنا بعد كده بنحب الكوره تاخد بطوله، نبعتكم تاخدوا لافريقيا، يبقى احنا يبقى ان شاء الله الكوره تاخد 10 ما شاء الله. انت واخده كام؟ انا اخدت 6. سامعين يا جماعه؟ انا بس عايز ما شاء الله، يعني انا بقول لكم ان نهله او كابتن نهله سامح الحقيقه يعني حاجه سوبر، يعني لما نتكلم على 10 بطولات افريقيا كابتن نهله اللي قاعده قدامنا 6 بطولات افريقيا. طب كم بطوله عربيه يعني واخدينها؟ احنا انا مش عارفه بالظبط العدد كام. انا واخده 5، انا خدت 5 بطولات افريقيا. لا 5 انت واخداها. انا ليا 5 و17 دوري و17 دوري و17 كاس. ده يعني انا عايز اقول لك انه يعني ما شاء الله، يعني حاجه اكيد خبرات
كبيره جدا، ولازم امانه ان انت تنقلي العلم والخبرات دي للاجيال اللي جايه، لازم حتى اللي بيطلعوا. وانا بعرف ان اللاعبات الصغيرين بيقولوا الكلام ده عنك، يعني انت بتدي لهم الخبرات، ما بتخليش عليهم بحاجه. انا بحاول طبعا، يعني احنا معانا لعيبه كتير صغيرين، فانا بحاول انقل لهم اللي انا اتعلمته من اللعيبه الاكبر مني، اللي انا لما كنت طلعت وانا صغيره ابتديت ان انا اتعلم منهم كل الحاجات دي. طبعا لعبت مع كابتن تهاني توسون، لعبت مع كابتن يوسف عبد الكريم، منى عدلي، سارة طلعت، شريهان سامح، طبعا اتعلمت من كل واحده حاجه. فابتديت ان انا عايزه ان انا بعد كده نكمل، يعني زي ما انا اتعلمت منهم اللي بعديا ان شاء الله يتعلموا من الجيل الحالي ده، يتعلموا مننا ونكمل على زكاة العلم تعليم. وانت بتعملي كده، واكيد ان شاء الله احنا ما فيش شك انت بنت النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي. كابتن نهله، الوقت عدى بسرعه الحقيقه، انا كنت مستمتع جدا باللقاء ده. انا سعيده جدا، ونورتينا وشرفتينا طبعا في قناه النادي الاهلي. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع كابتن نهله سامح، كابتن النادي الاهلي للكره الطائره سيدات، وايضا منتخب مصر، تاريخ كبير جدا جدا، بطله على حق، بطله من ذهب الحقيقه. نهله قلما نلاقي حد حقق البطولات دي. انا بشكرها جدا، واتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم، واستنونا ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله يوم الاحد القادم. يمكن الاحد مش هنطلع، انا اسف، الحد مش هنطلع، بيلحقوني في الاعداد طبعا، انا اسف، لان طبعا اولى مباراه كره القدم. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا الاربعاء القادم في حلقه جديده من الابطال. شكرا جزيلا.